حب اختيار؟ نو لا طبعا انا قلت لا 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 خالص، ده زي القدر مستعجلتك بتلاقي كده قدر ورزق. انت رزقك يبقى كويس ولا رزقك يعني ارزاق؟ انا بعتقد انه حتى العاطفه والزواج والارتباط ده رزق من عند ربنا. انت لك. انت اتجوزتي مرتين؟ يس. المره الاولى كان بيكبرك بعشرين سنه صح؟ في فرق هالقد بالسن يعني تقريبا وزياده وزياده واكثر حتى من عشرين سنه. ايه اللي خليك تروح المنطقه دي؟ برضو بقول لك نصيب، يعني مش اختيار، بيبقى نصيب. والجوازه الثانيه نصيب. خليني بالاولى، فرق السن ممكن يكون سبب لفشل علاقه بين اثنين؟ لا، لان لما بتتلقى الارواح بتدوب كل الفروق بالاول، لا لون ولا سن بالاول ولا صح ولا ولا اي حاجه. طبعا طبعا أوكي. انا مؤمنه قوي ان يعني العاطفه اصلها حاجه مقدسه جدا جدا، لما يعني بتشتعل الروح بيها خلاص كل الفروق دي ما فيش حاجه اسمها كده. طيب تمام، عم نحكي نحن هيدا الشيء بيكون بالاول صح؟ مش بالاول لا. طالما هناك عاطفه، ما هو يعني طالما في احساس فانت عندك الشعور ده. طيب فرق السن ممكن يخلي هذا الاحساس يموت؟ يعني لا 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 اعتقد هيجس، يعني عم نحكي نحن اكثر من 20 سنه. لا 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 ما لا ما فيش لا فرق بالزياده ولا بالنقص بيضيع اي حاجه. لا لا، هي طريقه تعاملنا هي اللي تعاملكم مع لا مع بعض. لا، طريقه تعامل الانسان، مش انا في مش في الكيس بتاعتي. ايه لكن تعامل الانسان عموما هو اللي بيخلي يحصل تباعد بعد كده او تقارب زياده. هو بس حدا تزوج كتير ندى، وحدا انا مش حابه ان انا اتكلم خالص مش على الموضوع. لا لا مش طيب. انا عم بحكي انا احنا عم نحكي من تجارب الست، لربما الاخرين كمان بيتعضوا من بعض الامور اللي هو صارت. لو على التجربه دي انا هقول لك حاجه، هو لازم البنت تسمع كلام مامتها واهلها، لان اهلها بيبقوا شايفين اللي هي مش شايفاه. بس اللي دي النصيحه، دي النصيحه اللي بقولها لكل بنت مقبله على الزواج، صدقي كلام مامتك، لان مامتك هي احسن حد. امك قالت لك ايه؟ والدتك قالت لك ايه؟ لا مش فاكره بقى الموضوع ده. طيب بس قالت لك انا ما تتجوزيش. بس انا الموضوع ده رغد انا ما بحبش اتكلم فيه خالص. ليه؟ شو اللي بيضايقك فيه؟ لا ما بحبش اتكلم فيه كده، ما بحبش اتكلم فيه. لانه الزوج ده ما كانش مجرد زوج، ده كان استاذي وانا بحترمه جدا جدا، وكان ولا يزال ابو بنتي. ما زلتوا اصدقاء؟ طبعا، فهو له مكانه خاصه بعيدا عن رجل وامراه، فانا ما بحبش اخوض في الكلام عليه كرجل وامراه. طيب.